عانيت من السمنة كثير، وصل وزني إلى 160 تقريبا، وتابعت كثير من أنواع الدايت يعني، ولكن ما راح ينفع معي. فكان شيء متعب، آلام مفاصل، آلام ظهر، والسمنة بشكل عام شيء قاتل يعني. والله أنا تابعت في التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي، الشباب قبل وبعد، وقريت عنها، فقررت كذا، وشجعوني الأخوة الشباب يعني، في عندنا جروب متكممين ما شاء الله يمكن فوق 200 شخص، وبعد ما جلست معاهم وكذا قررت، قريت عن عمليات تكميم وتحويل المسار وكذا، فبعد عمل الفحوصات الطبية وكذا سويت عملية تكميم معه. ففي خلال هذه السنة ونص خسرت حوالي 65 كيلو. طبعا العملية ناجحة بكل المقاييس، وأشجع فيها، والعملية هي يعني دافع توديك إلى بر الأمان. فنفس الشيء أنت لابد أن تحافظ على نفسك، كأني ولدت من جديد، حياتي طبيعية بكل شيء يعني، أتحرك وكل شيء. كنت يمكن 400 متر ما أقدر أمشي، واليوم أنا أمشي 10 كيلو 11 كيلو متواصلة والحمد لله. أول شيء السبب الرئيسي هو السكر. السكر الأبيض أنا أعتبره السم الأبيض، السم القاتل، وقلة الحركة، هذه أسباب منتشرة في الخليج. نحن في الخليج تروح الدوام وترجع وكلها أكل سكريات، في البيت سكريات، والأكل الصحي والأكلات سريعة نفس الشيء، نأخذ الأكلات السريعة كثير، وهذه تتراكم السمنة. والله أنا أعتبرها قصتي قصة نجاح، وأتمنى كل واحد يتوجه لهذا. عملية التكميم قصدي هي يعني توصلك لبر الأمان، هنا يبقى المحافظة منك ده.